بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم هو أنه نتعرف على الموديل سيم ككومبايلر للإيش للفي اتش دي ال لانجويج اللي هي هاردوير ديسكريبتيف لانجويج، تعتبر إلى جانب الفيرلوج. الفيرلوج هي الفيرلوج يعني أشهر لغتين برمجة للهاردوير سيموليشن. حنتعرف الآن على برنامج بسيط جدا اللي هو هلو وورد، حكون أول لاب عندنا، المختبر الأول لاب فيرست يعني، وهذا من باب بس التعرف على لغة الـ VHDL والتعرف على التول تبعنا اللي هو الموديل سيم. التاسك تبعنا إنه نعمل إيش؟ نعمل كرييتنج لإيش؟ لبرنامج بس لما نشغله يطلع لنا على الشاشة هلو وورد. طبعا الـ VHDL بروجرامز كلها بتكون من مكونات أساسية، أهمها اللي هو الانتيتي. أول حاجة بنعرف الانتيتي، انتيتي هان نعمل اند انتيتي، وبعدين نعمل سبيس وبنحط اسم ايش اسم الانتيتي تبعتنا، سواء كان اند اور كومبايلر قصدي مايكرو كنترولر اللي بدنا اياه. المهم نحط الاسم هنا، وبعدين نحط بعديها ايش الاز هذه. تمام، ففي عندنا از وعندنا الانتيتي هان، ثم ايش اند انتيتي، هذه عبارة عن اوامر ايش أوامر أو الكوماندز مبرمجة وخالصة، كيوردز يعني مبرمجة وخالصة في لغة الإيش البرمجة. بعدين بيجي عندنا الإيش الأركيتكتشر، أركيتكتشر سيم أوف كذا، هذا لا برضو أمر محجوز. وبعدين بنقول له إيش يعمل أركيتكتشر، يعمل سيموليشن لمين؟ للإسم اللي سمعناه فوق اللي هو تي أو زيرو، هو مثلا نسميه تي أو زيرو حسب التوتوريال، أو ممكن نسميه أي اسم تاني، نسميه إحنا كار اللي بدك إياه، سميه أي أحمد خليل اللي بدك إياه. فالهم الاسم هذا هو بكون نعمل اسم الانتيتي، نعمل سيموليشن إله. بعدين في عندنا البيجن، ماشي البيجن تبدأ أركيتكتشر هنا، وبعدين في عندنا إيش الإند أركيتكتشر. المطلوب منا نعمل الإشي المحصور في داخل أركيتكتشر، الأركيتكتشر سيموليشن في قلبه حكون الكود البرمجي اللي حيتم تنفيذه في داخل الانتيتي عشان ينفذ العمل المطلوب انت تعمله. بمعنى حننفذ هنا الكود برمجي يقوم بالعمل المطلوب انه من الانتيتي انها تعمله. فبالتالي عندنا قسمين اساسيين، انتيتي واند انتيتي، وعندنا اركيتكتشر واند اركيتكتشر، وما بين البيجن والاند بيتم عمليه ايش كتابه وتوصيف ايش برمجيا العمليات المطلوب من الانتيتي تبعتنا انها تنفذها. تمام، الجواب على ذلك هيو عندنا هنا واضح زي ما شفنا الكود البرمجي مكتوب. بدايه بنعمل اركيتكتشر سيم اوف سن هالو وورد، وبنعمل الاز البيجن، وبنعمل ايش بروسس از بيجن. بعدين هذه ايش عمليا في عندها مشكله اللي هي ان اللي هي عمليا الاركتكتشر بدا، بعدين عمل هان البيجن، شفتوا كيف؟ تمام، بعدين البروسيس از، بعدين بيجن واند بروسيس، نبدا عمليه ومنهيها في داخل الاركتكتشر بعد البيجن. وكل بروسيس لها ايش؟ لها جزء، لها بيجن ويت، بعدين اند بروسيس، بيجن اند اند. هان هذا هو المطلوب من اي لغه من العمليات اللي حيتم تنفيذها في داخل ايش. طبعا عندنا هاند كمان البروسيس جزء من هاي الايش العمليات اللي تم تنفيذها في داخل الاركيتكتشر. الاركيتكتشر نفسه قبل شويه بيجن اند اركيتكتشر، لكن هنا هذا اللي حيتم ان شاء الله اضافته لمين؟ اضافته للكود البرمجي. كيف العمليه هذه بتتم؟ اول حاجه بنشغل عندنا ايش الموديل سيم، بنروح بقول له ايش عملنا فايل نيو فولدر. بس قبل هيك لازم نروح على وين؟ على النود باد بلس بلس ونبدا العمليه زي ما هو مكتوب في عندنا في التاسك الاساينمنت. نعمل اول حاجه فايل، طبعا اهم شيء سيف از، وبنعمل على الديسكتوب عندي في اتش دي توتوريال فولدر جديد نسميها في اتش دي توتوريال، وبنقولها مثلا ايش نسميه احنا هلو وورلد، ونسميه مثلا تيست بنش بس بنخزنه دوت في اتش دي. تمام، في اتش دي، هيك بنغير احنا بنغير مباشره لو حطها هيك
في اتش دي في اتش دي وبنعمل هون سيف بيطلع عنا نوع البر مثلا ايش تغير مباشرة، فبصير عنا عملية ايش لما نبدأ هان مثلا نكتب انتيتي تعرف عنده الان هكتب انا كود برمجة من نوع ايش من نوع في اتش دي ال، فحطنا الاي حيبدا يعطينا ايش اقتراحات، فاعطانا هان انتيتي مظبوط بالضبط زي ما هو هان مطلوب في التاسك تبعنا حسب البداية الاولانية اعطانا انتيتي كاقتراح. الان ايش قلنا في البداية نعمل سبيس ونكتب مثلا اسم البرنامج يقول ايش هلو وورلد وبنسميه بالمرة كمان تيست بنش لانه هو اختبار لنا تمام، وبعدين ايش از تمام. هاي اول خطوة اللي هي انتيتي هلو وورلد از تمام، بعدين مباشرة نعمل هان ايش بعديها ان اند ايش اند ايش انتيتي بيطلع لنا اقتراحات مباشرة اند انتيتي انتر تمام. هذا بالضبط اللي كان مطروح انها هاي هلو وورلد بيجي انت انتيتي. بعدين نيجي على موضوع ايش طبعا اسم الاركتكتشر، بس لازم نلاحظ انه دائما كل سطر في الفي اتش دي لازم ينتهي مباشره ولا بده ينفذ كل الامور ورا بعض كل البرامج ورا بعض تمام. فلازم نعمل سطر بدايه بنهايه كل سطر ايش هذا بصير ينفذ كل الخطوات ورا بعض. فدائما الاركتكتشر زي ما هو مكتوب بالضبط عندنا الاركتكتشر اكتر ايش هيعمل هذا تبعنا فراغ هيعطينا هنا اقتراحات اللي هو سم اوف بالضبط في مين اللي هو اللي تو عملنا فوق هلو بالضبط طلع لنا اقتراح اللي هم عارفين فوق هلو وورد لحاله اخذنا هلو وورد تمام. وبعدين ايش ايه طبعا الاز تبعتنا زي العاده هيها اكتشر سم اوف هلو وورد از. وبعدين بيجي عندنا عمليه ال ايش ال بي جن طبعا احنا ايوه عشان ما نغلطش بعدين بنعمل هان ايش اند مين اركتكتشر وبنسكر السيموكولون هان تمام. هيك احنا بنكون انجزنا اللي هو بيجن اند اركتكتشر. ضل في النص عندنا الكود اللي حنضيفه، الكود اللي حنضيفه زي ما حكينا هو عباره عن بروسيسز بس نضيف عمليات بروسيس. اول حاجه طبعا احنا عشان نرتب امورنا ربما يفضل انه نعملها مثلا بيجن انتر هو هان بروسيس هيها تمام. وبعدين نقول له ايش ريبورت هي بيطلع عندنا اقتراح ونقول له شو طبعا انه هنا التكست تكست وتكست من سترينج فلازم نعمل له داخل ايش كوتيشن نقول له نحكي على الشاشه Hello world مثلا وبعدين فاصلة منقوطة بعدين نعمل هان wait العملية تبعتنا ال wait تمام. هذا بالضبط حسب المطلوب في شيء ال wait هذه اللي هنا وظيفتها انه بعد ما يعمل العملية هذه يعمل عملية انتظار يوقف البرنامج يوقف البروسيس على الاقل تمام. وقف ايش البروسيس تمام وظلوا بس يستنى امر تاخر. طبعا هذا مرحلة اولى طبعا بكفيناش بس مرحولة نكتفي بهذا القدر. وبعدين بعد العملية نقول له هان ايش انتر هان اند ايش مين بروسيس 100% فصلة منقوطة. هيك بنكون احنا انهينا المطلوب منا بالضبط زي ما هو عندنا انت اركتكتشر عبينا بروسيس از بيجن هلو وورد ويد اند بروسيس هيك العملية بكون انتهت بالنسبة لنا. الآن نعمل عملية إيش أول حاجة عملية إيش تخزين بعدين بنروح وين على ال إيش على الكود تبعنا بنروح عن Add Project من وين Existing File بنروح من Browsing على Desktop عنا في HDL Tutorial هيهن هلاقي عنا الفلف هلوود موجود Open أوكي وبعدين بنقول له إيش اعمل إيش Compile موبايل سيلكتد في عندنا مشكلة سنتك ايرور نير ريبورت كذا شوف شو المشكلة بنرجع هان طبعا نير ريبورت في عندنا مشكلة بنرجع على ال على ال اللي هان ونشوف ايش المشكلة تبعتنا. طبعا
طبعا هان حكينا ايرور عنا اللي هو كومبايلنج اركتكتشر سيم، هل هو عندنا ايرور كذا كذا، بقول لك هنا الريبورت في عندنا سنتكس ايرور. سنتكس يعني بس في الكتابه، فيش شيء كبير يعني عم المفروض يكون. نرجع على النص تبعنا، نير الريبورت في مشكله. ايش المشكله هذه؟ لاحظنا هان انه في عندنا هان مضبوط اند بروسيس، بس ايش في عندنا هان؟ ايش بيجن؟ تمام، ايش عندنا؟ ايش بيجن؟ نعمل تخزين ونعمل كمان مره بعد التخزين الو ايش، نروح نعمل كومبايل اجين، ايش اسمه كومبايلنج، بعدين طلع عندنا هالاشارات صح جنبها، فبالتالي اصبح عندنا عمليا البرنامج ايش ماله كومبايل صح، في شيء ولا خطا بعد ما كان في عندنا الخطا الاول موجود. نيجي عندنا على موضوع الران، بنلاقي هنا الان بعد الكومبايل بيجي عندنا موضوع الران، بنحاول نعمل رانينج لايش؟ للسيموليشن. فنعمل سيموليت ستارت سيموليشن، بيطلع هان مجموعه من ال بيطلع نافذ عفوا في مجموعه من الورك لايبريز. بما انه احنا مش مختارين بالبدايه وين نخزن النتيجه منتج السيموليشن، وين نخزن شغلنا، بخزنه باي ديفولت في الورك لايبرري. هنلاقي عندنا الهالو وورد هذا تبعنا موجود هان مفروض مخزن، وبالترتيب حيطلع مفروض عندنا اللي هو هذا أول اسمه هو على واحد فوق هلو وورد تي بي. تمام، نقول له اوكي، فوضى يبدي يعمل سيموليشن، بتغير شيء النافذة، بطلع عندنا نافذة السيموليشن على الجانب هذا. ولما نقول له ايش يعني شفنا كيف بطلع عندنا عمليا تغير شيء النوافذ، وبدأ يعمل عملية ايش الرننج. اوكي، فممكن نعمل ايش اللي هان عملية التنفيذ من فوق كومبايل. طبعا السيموليشن قبل شوية كان انتهى وعمل لودنج للورك هلو هلو وورك از سيموليشن. طبعا من هنا ممكن نعمل ران ران، بس حيطلع كل مرة عندنا كم مرة ران طبيعي. هان ايش ران؟ حيطلع كم مرة ران مثلا. تمام، او ممكن نعمل من هنا مباشرة ريستارت سيموليشن، نعمل اوكي حيبدا من الاول، حيعمل كمان مرة هان ايش ايش عملية ريستارت لكل السيموليشن من اول، وايش ران حيطلع عندنا هان هلو وورد. في الحالتين ليش لما نقول له ران وران كمان مرة ما بيعملش عندنا الران؟ ما كل مرة ندعس ران حيدينا هنا ران ران فقط بغير ما يطلع هلو وورد المطلوبة تبعتنا هنا لكل مرة، لانه البرنامج عملنا فيه في الاصل هنا اللي هي عمليه ريبورت ويت. فكل ما نعمل ريستارت ريستارت للبرنامج حيكون في نفس السيموليشن شغال، مش حيطلع من السيموليشن، لانه برمج بالطريقه هذه خطا، مش خطا يعني خطا برمجي، بمعنى انه حتصير البروسيس عمليه ايش ماشيه بشكل انفينيت بشكل مستمر على طول، وحيضلوا فيها قاعد جوا البرنامج. فكل ما عمل ري ران حيعمل كمان مره، حيعمل لك ران وبس، انا مش حطلع نتيجه. الاصل عشان نخلص الموضوع هذا نعمل ريستارت لكل السيموليشن. فدعسينا مثلا هقول لك ريستارت لكل السيموليشن من جديد، اوكي، بقول له هان كمان مره ايش مثلا ران، بيطلع كمان مره هلو وورد. هذه القصه طبعا حتفادى المشكله هذه في برامج قادمه، انه نخليه يعمل عمليه بمعيار زمني معين ووقفها بعدين. هذا بالنسبة لموضوعنا اليوم فيما يتعلق في كتابة البرنامج. نرجع كمان مرة على السورس كود عشان نوضح بعض الأمور. عندنا أهم شيء قلنا الانتيتي كمكون أساسي، عندنا الأركيتكتشر المكون الأساسي الثاني، وفي داخل الأركيتكتشر بيكون بيجن طبعا وإند أركيتكتشر، وبعدين بيجي البروسيس. البروسيس هذه هي الآن واحدة، بس ممكن نعمل أكثر من البروسيس. البروسيس هذه بيكون عبارة عن ثريدز في الجافا ولا غيره، لغات البرمجة الثانية فيها ثريدز، يعني بيكون مشغلين أكثر من عملية في نفس الوقت في داخل ايش الانتيتي في داخل. فبنسميها كل هذا بروسس 1 2 3 كذا كذا، وبنشغلها باسم معين ولها تصنيف اخر. بس اليوم اكتفينا بروسس واحد عشان نتعرف على كيفيه ايش برمجه الفي اتش دي ال من الاساس. تمام، وطبعا كل بروسس لها بيجن ولها ايش اند بروسس. تمام، في داخلها بصير عمليه ايش عمليه اعطاء الاوامر. الان اكتفينا ببرنامج الريبورت زي السي اوت في السي، او برنت اف في السي، برنت سي اوت في السي بلس بلس، او برنت اف السي لحالها او اي لغه ثانيه اللي بتعطي الاوتبوت على الشاشه يعني. تمام، وبعدين ويت بعديها. تمام، هذا بالنسبه للموضوع تبعنا اليوم، وان شاء الله بيكون الامور وضحت
وفيش امر فيه كثير شغل يعني، وكثير بس الحكايه تعود يكتب البرنامج مرتين، يعرف الاركتكشر الاساسي الكود، بعدين بيطور حاله شوي شوي. في المره الجايه حنعمل شيء اكثر من هيك فيما يتعلق في ايش، في المعايير الزمنيه وكيف البروسس بتبقى الدراسه ماشيه الى الابد. لا نحدد تنتهي العمليه يبدا عمليه ثانيه بعديها مثلا. يلا سلام عليكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم.